يا ياسمين، مش ناوي تروح لابوك تقرا له الفاتحه وتدعي له؟ ده اللي باقي له يا ابني، دعوه من ابن صالح. ابن صالح؟ هو في ابن صالح يسيب ابوه يموت من غير ما حتى يشوفه؟ ما كانش بايدك يا سليم. ربنا اعلم باللي انت فيه، ربنا اعلم باللي احنا فيه كلنا. تقلقش، اذا كنت جاي تسالني عن الشغل فالنهارده انا هروح المتحف وهزرع المتفجرات. انا مش جاي لك علشان كده، انا جاي لك علشان اطمن عليك واسالك عملت ايه مع مراتك. مراتي مسافرتش. ايوه بس ما سمعت انها سافرت امها. بس هي مش هتسافر، انا اتكلمت معاها. ماشي يا سليم، ماشي. على كل حال الرجالة جاهزين وقت ما تحب. لما تجهز يبقى قول لي. ما تنساش تكلم معتز عشان يطلع لك التصريح. كلنا خسرنا. السلام عليكم ورحمة الله. البقاء لله. انت هتعزيني ليه؟ ما بعتش، ما بعتش. بقى كان زي اخويا بالظبط، وارجوك اعتبريني زي ابنك. لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. بعد اذن حضرتك. يا مامي ما بعتش. سيادة اللواء، سيادة الوزير عايزكم في مكتبه حالا. طب روح انت. اغتيالات وانفجارات ولواء يتخطف وناس بتموت على الهوا، تقدروا تقولوا لي عملتوا ايه؟ قبضتوا على مين؟ يا فندم احنا سيادتك. كفاية! مش هسمع اثار، كفاية قوي كده. وانت يا سيادة المقدم، مش كنت في اجازه؟ اتفضل. ايوه يا فندم، بس سيادة المقدم اوامري تتنفذ، لان انا اللي بشيل كل حاجه على دماغي. اتفضل يا سيادة المقدم، ابعد عن القضيه دي خالص وكمل اجازتك في بيتكم. اتفضل. حمزه،
حمزة أنا مش عايز اللي حصل جوه ده يأثر فيك. أنا وإنت عارفين كويس إنك عملت اللي عليك وما أثرتش في حاجة. استريح حمزة، أنت تعبت معنا كتير. استريح وإحنا هنكمل. أدخل. أفهم بقى إيه الكلام الفارغ اللي حصل ده؟ حمزة إزاي يمشي بالقضية دي؟ اقعد يا صبري باشا واهدى، خلينا نشوف هنعمل ايه. اهدى ازاي بعد كل اللي عمله واستحمله عشان القضيه دي يمشي؟ ليه؟ القرار مش قراري، القرار قرار الوزير، وهو اللي هيمسك القضيه دي من النهارده. واللي حصل لحمزه ده غلط. كل اللي عمله سياده الوزير ده غلط. حمزه هو الوحيد اللي عارف القضيه دي، وهو اللي هيعرف يجيب سليم، وبارادتنا وغصب عننا حمزه هو اللي هيكمل. يعني ايه الوزاره ما فيهاش غير حمزه ولا ايه؟ يا فندم المساله مش مجرد قضيه شخصيه. بعد موت بهاء حمزة هو اللي هيكمل حتى لو بشكل مش رسمي، والموقف اللي احنا فيه ده مش هيتحل غير بحاجة من اتنين، يموت سليم يموت حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ريس؟ أهلا بيك. أنا المهندس كريم رياض من شركة ميجا إندستريز. إحنا جايين النهاردة عشان نبدأ الشغل. النهاردة؟ بس اللي أنا أعرفه إن شغلكم لسه بدر عليه. آه، ما إحنا قلنا نبدأ بقى علشان نلحق الافتتاح. طب يلزم أي خدمة؟ لا ربنا يخليك يا ريس، أنا معايا رجالتي كلهم. خلاص أنا هاخد رجالتي وأطلع أكمل الشغل فوق، ولو حضرتك عايز أي حاجة ابعت لي، أنا اسمي الريس الشركة. سلام عليكم. ربنا يخليك. سلام. يلا بينا يا رجالة. نزلوا صناديق بسرعة وكل إعادة الشغل. يلا بسرعة يا إخواننا بسرعة. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخلية، هو ده اللي هيتقتل. ادخل. تسمح لي اخد من وقت حضرتك شويه؟ اه طبعا يا حمزه، اهلا بيك، اتفضل. شكرا يا فندم. ايه ما حدش شافك يعني من بعد اللي حصل؟ ما حضرتك شايف اللي احنا فيه يا فندم. شايف شايف يا حمزه وربنا يعديه على خير. قولي الاول تشرب ايه؟ لا 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 ولا اي حاجه، انا جاي لحضرتك في موضوع كده مفيش حد غيرك هيقدر يساعدني فيه. ينفع؟
طبعا ينفع يا حمزه. عايز تسال عن ايه؟ المتفجرات اللي مسكها الجيش اللي هي السي 4، انا شاكك ان في شحنه تانية دخلت بدلها، علشان الاقيها يا فندم ابدا منين؟ جبت انا باشمهندس؟ لا كفايه كده النهارده، لم الحاجه واتكلوا على الله. تمام. ايه وقفت ليه؟ كفايه كده النهارده خلاص. طب ليه ما نكمل احسن؟ انا بقول لك كفايه يبقى كفايه، هنبقى نجري بكره نكمل. لكن الشيخ جابر قال لازم نخلص. الشيخ جابر يقول اللي يقول. عايز تطلع تشتغل انت وريني هتعرف تعمل ايه؟ خلاص خلاص يا رجاله، يلا يلا خلاص وقفوا الشغل، يلا هنكمل بعدين.